Allah'a emanet.
Amen.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajadana ila hadrati habibina syafi'ina qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila rahmatika wa rahmatika ya anbiya wa mursalin wa ulama wa ummatil mukminin wa ahli baiti thayyibin thahirin wa ashabi wa tabi'in wa jami'i ahli baiti thahirin tsumma وسيدنا البقيع المقدم محمد بن علي العامي وسيدنا عبد الرحمن السجار وسيدنا عبد الله بن ابي بكر العيدروس وسيدنا شيخ ابي بكر بن سلم وسيدنا احمد بن محمد الحفيد وحبيب عمر بن عبد الرحمن القصري الشيخ علي بن عبد الله البارك وحبيب عبد الله الشهر العدل وحبيب ابي بكر ابن عبد الله عبد الله الى روحي ثم الى روحي وإلى أرواح جميع سادتنا الصوفية وسادتنا علي بعلي وأسرهم وروحهم أن الله يعلي درجاتهم جدا ويعز علينا من بركاته وأبرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالبلاد والآخرة شيء لله يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر الله في هذه ست الدرر الحبيب عن سيدنا محمد بن حسين ووالديه وأولاده وأزواجه ومشايخه وتلامذته وأصوله وأمره ثم إلى أرواحه شيخ الله يوم الفاتحة. Yeah.
محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. ربي صل على محمد أحلى الوقت ثقا وأدى.
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
اللسان ويحاول في دعكم معاني الجلال إن تجر منه في عمل البطول والظهور ما ملأ الوجود الخلقي والمسلم والزين.
وقد تعددت الروايات
Yeah.
بقدكم إشراك إلى الأسرار والعيون المتشوفة إلى الموجود المتشوفة إلى انتقاد جواهر القلوب وكل كافة لقريش نطقت بفصيح وعبارة معلنة بكمال الانتشار ومن حمل الحمد في ذلك العام إلا أتت بحملها بالغلا وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بالغلا بالبركة والسعة Allah.
وقيل برز صلى الله عليه وسلم بالبشر أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مقيا بذلك وقيل إلى أن له شرفا على مسجده وسلا وكان وقت موت سيد القومين من شهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخلوقا مدحولا فقط أسرا فولد لدم شرفه عند الله أي بالقدرة وبعثوته إلى هذا العالم ضار من العجائب ما يدل وقد انبسط الله في بدر من
وعلى بدي عزتي تحط رحاب
وأتيه إليه بأجر الرسائل لديه سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته للعالمين أن تصلي وتسلم على الدرجات المتكاملة مستعجعين وحصير بسره وحامل راية دعوتك الكاملة الأمين الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأخبار في كل موضع من قوانين القرب والمظهر قاسي إمدادك بعبادك وسائر رؤوس إرسالك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثامنين العبد المحروم الخالص المخصوص لك بأدم الخصائر اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أهل حضرات وكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي المتقي ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن ترحمنا في حركاتنا وسكناتنا بعلم عنايته وأن تحفظنا في جميع أضرارنا وتقربنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا به وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من فضله وفي ضائق اتباعه من السابقين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافلين اللهم إنا لنا أكماء برحمتك الخاصة فلا تخذلنا وادعونا من جميع تهدي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيئين بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وشريح بجاهه أولادنا ووالدينا وأهل قمرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الديان وأجر رايات الدين القوي بجميع الأقدار المنشورة ومعلمة الإسلام والإيمان بأبي معمورة وأعلى وأسرورة وأمسك بالله قربة المكروبين وقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وامشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وامشر شر المعتدين والظالمين وامشر عنا بولاة الحق في جنة وراحم الأخبار وأجرهم تأجر من عندك ونسل على المعاندين من المنافقين والضباب واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم في جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم في جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن العظيم في جميع البلايا وفي الخير المقيم من الذنوب والخطايا وأدنا في العمل بدعائك وصدقك خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين فاختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين وأخير دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما